خالد ابني حبيبي. بابا ايه يا خالد يا ابني اللي انت عملته فينا ده؟ يلا معلش المسامح كريم، المهم الحمد لله على سلامتك. انت خرجت امتى؟ النهارده. تعرف يا خالد برغم كل اللي عملته فينا انما والله وحشتني. شفت بقى لما بتعصى ابوك وتقل ادبك عليه ربنا بيعمل فيك ايه؟ بس انا ما عملتش حاجه. بقول لك ايه، انسى اللي فات، بلاش نفكر في الوحش، خلينا نفكر في الكويس بس. اقعد يا ابني اقعد. فاكر يا خالد، فاكر لما كنا عايشين مع بعض كويسين ومبسوطين؟ فاكر لما كنت بسافر وارجع اجيب لك الهدايا انت واختك وامك؟ ماما، هو ايه اللي حصل لماما؟ هي عملت في نفسها كده ليه؟ الله يرحمك يا عيشه، خروجك من البيت كان هو السبب. امك عقلها طار لما انت سبت البيت ومشيت. بس انا ما مشيتش يا بابا، انت اللي طردتني. وانت يعني كنت عايز لما تعصاني وتقل ادبك عليا اطبطب عليك؟ انا يا ابني طردتك علشان تنشف وتبقى راجل وتعرف الدنيا ماشيه ازاي. بس تعرف يا خالد، انت لو كنت جيتني بعد يوم ولا اتنين كنت هتلاقيني برضه فاتح لك دراعاتي زي ما حصل دلوقتي. انا خفت ارجع. تبقى غلطان يا ابني. انا في النهايه برضه مهما كان ايه اب، ويهمني مصلحتك. يلا اللي حصل حصل. يا حنان، حنان خالد رجع اهو. طب يلا بقى اعملي لنا غدا عشان خالد هيتغدى معانا زي زمان. حاضر. حنان دلوقتي بقت مرات ابوك، يعني تحرم عليه. ايوه طبعا طبعا. على فكره انت برضه السبب ان انا اتجوزتها. انا؟ ايوه طبعا. ما انت بعد ما خطبتها وسبتها انا لقيت البنت مستقبلها هيضيع، قلت انقذ الموقف واتجوزها انا. مهم، عايزك انت دلوقتي تفكر في مستقبلك، عايزك تسامح نفسك وتبتدي من جديد. انا هروح اجيب علبة كشري، اجيب لك معايا؟ لا انا هاكل رغيف بتاكل. ما بلاش المش اللي يحرق القلب ده، كل لقمه زينه، ده انت شجيانه طول النهار. انا لو طول ما اكلش خالص اوفر القرش. عملت ايه في طلبك؟ كلمت وجاهز، بس مش عايز انت بفلوس. انا هروح اجيب الكشري. يا الله يا رب. ربنا يجرب البعيد. في حاجة يا سويش؟ خلقتك مش عجباني أبدا. عندك حق يا فندم، أنا نفس خلقتي مش عجباني، إنما المسألة مش بالشكل، إذا كان على الشكل. عسكري! أنت ما خدمتش معايا قبل كده؟ لا يا أبو خالد، أول يوم ليا على المكتب. أنا فرحت والله إن أنا شفتك وطمنت عليك. ما تبقاش تغيب علينا بقى. يبقى تعالى زورنا، بس ابقى اتكلم قبلها بالتليفون. زورك؟ ايه بابا، انا ماليش حته ثانيه اروحها. والله ده مش شغلك، انت كبرت بما فيه الكفايه، ومن دلوقتي ورايح لازم تعتمد على نفسك. يلا يلا عشان انا تعبان وعايز ارتاح شويه. يلا. ايوه يا بابا، بس ده بيتي وانا ليا حق هنا. تاني يا خالد، تاني هنقول الكلام اللي هدى البيت ده؟ يلا يا ابني توكل على الله. انت فاكر انا ضحكت عليا بالبقين اللي قلتهم؟ ايه انت عايز تشتغلني؟ اشتغلك؟ انت ظاهر السيف مبوظ اخلاقك بزياده. يلا يا خالد بالذوق، بدل ما ارميك بره البيت. ترميني بره ليه؟ ايه؟ لان ده بيتي وانا مش عايزك تقعد فيه. يلا. مش ماشي، انا قاعد اهو. يلا بالذوق بقول لك، يلا اطلع بره. في ايه؟ اطلع بره انا قلت لك. مش ماشي، انت هتطردني تاني. ايوه هطردك تاني وتاني. بس انت كمان بعيني دلوقتي. اطلع بره. مش ماشي يا قاعد. اطلع بره ما تبقاش نجح. بقول لك مش ماشي. انت مش زويني كمان. ده صوت حنان بنتي، يكون رجل يضربها. استنى انا جاي معاك. تيجي فين؟ خليك انت. طب وانا هنملك حاجتك وتبقي طمنيني. يا دي اطلع بره بدل ما اذيك. نزل ايدك. اطلع بره. مش كده؟ اطلع بره بقول لك. مش ماشي ده بيتي. انت ايه؟ انت فاكره عنبر من عنابر السجن اللي كنت عايش فيه؟ اطلع بره ولا اتجننت وعايز تقعد عندك؟ اطلع بره. انا تعالى تعالى مع خالتك يا خالد. سيبيه يا خالتي، ده بيتي. الواد ده اتجنن ولا ايه؟ انا ما اتجننتش، انت اللي مفتري وما عندكش دم. الله ينعل على ابوك ابن كلب سام. تعالى انت من قدام. سيبيه من قدام. اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. يا لهوي، كله منك انت. لو ما كنتيش فتحت الباب ما كانش كل ده حصل. وانا مالي؟ مين اللي على ودانك؟ قدامي. انا مش عارف هو بيعمل فيا كده ليه يا خالتي. انا عمري ما كرهته، طول عمري كنت بنفذ بيقول عليه، ماشي عليه بالحرف. كنت بعرف انه كداب وبرضه ما صدقه. محدش يا ولدي بيختار امه ولا ابوه. ادعي له بالهدايه وان ربنا يسامحه. سامحه.
بعد اللي عمله في امي وخلاها ولعت في نفسها تقولي لي اسامحه؟ بعد ما كسر عليا دنيتي فوق دماغي ازاي اسامحه؟ هو لو ما كانش طرد من البيت انا ما كنتش رحت السجن. من النهارده يشغل واحد حبسه اجي دلوقتي. انت ليه بتتكلم زي العيل الصغير؟ انت كبرت وعودك نشف. انساه وعمر دنيتك يا ولد. انا ما اعرفش هو بيكرهني كده ليه. لو فضلت مستني منه حاجه حالك مش هينصلح. ارمي كل كلامنا من ورا ظهرك واشتغل يا ولدي. عارفه يا خالتي؟ عارفه هو طردني من البيت ليه؟ انا ما فهمتهاش لما شفتها عنده في البيت. قلت لك انا عينه منها وانا مش داريها. فضك من الكلام الماسخ ده. العايد على الفايد نقصان عقل. معلش يا خالتي طولت عليك استاذن. انا استنى يا خالد لك عندي امانه يا ولدي عجبها لك. خد يا خالد. لا يا خالتي ربنا يخليك. دول مش مني يا ولدي، دي فلوس امك الله يرحمها كانت حامله جمعيه عشان تجوزها بيها وموسرت امك. امي الله يرحمها ويرحمك يا حبيشه يا ولدي.